طيب شباب، اليوم ان شاء الله راح تكون اخر محاضرة. طيب حيكون في عندك محاضرات حصورها يعني عندي في البيت، لانه انا بحتاج انه يعني انترنت بأريحية، لانه حورجي لك كيف انه انت تنزل التطبيق تبعك على 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 تعمل هوستنج برا، سواء كان انت عندك الخدمة بايثون اني وير او هوروكو. في عندك الهوروكو دوت كوم تقدر تستضيف عليها تطبيقات بايثون، فلاسك او جانجو، وفي عندك البايثون اني وير. فانا حاخد واحد من الامثله اللي احنا شرحناهم وحاعمل له ديبلوي هناك، فبالتالي انه بصير انه شغال بابليك، ممكن اي حدا عنده اليو ار ال انه هو يفتح ويشتغل عليه. اليوم موضوعنا ان شاء الله احنا حنحكي عن الريست API باستخدام البايثون والفلاسك. طبعا هذا موضوع مهم جدا في عالم تطوير التطبيقات. بس نخلص بناخد اسمك تمام لسوء حظك يعني. فحنشوف ايش الفكرة تبعته او ايش القصة تبعته. هلقيت API معناها Application Program Interface. نعم، واجهة. في فرق بين الجرافيكال انترفيس والبروجرامينج انترفيس. بروجرامينج انترفيس معنى ذلك مين بيستخدمها؟ مبرمج. هل هي واجهة رسومية؟ لا، واجهة برا يعني واجهة انه استخدام دوال، بروجرامينج انترفيس. فبالتالي المطورين اللي هو زي حالاتكم يعني بيستخدموا هذه الاي بي اي عشان يبني ابلكيشنز. طبعا اكثر مثال شائع للاي بي اي وانت اوريدي بتستخدمه كمستخدم اللي هو تطبيق الطقس، الويذر ابلكيشن. ايش المشكله؟ ايش الفكره في الموضوع؟ انه احنا اتعودنا في الفلاسك انه احنا نرجع يا اما سترينج او نعمل ريندر ل HTML. هلقيت في ال HTML هذا بقدر انه انا استخرج نتائج معينه؟ لا، انا عندي كود HTML كيف بدي فبدي ستاندرد فورمات اقدر من الريسبونس اللي بيجي من السيرفر انه استخرج نتائج معينه. يعني انه انا استخرج نتائج معينه بدي اياك تتخيلها زي كانه انت بتعطي له كي وبتاخذ فاليو، بمعنى ذلك انه ديكشنري. وهي الشغله اللي هي موجودة الفورمات هذا اللي هو الجيسون. فبالتالي الاورديناري فلاسك ابلكيشن يا اما بترجع سترينج او اتش تي ام ال، فبالتالي في عندي حاجه انه انا ارجع النتيجه بفورمات ستاندرد، وهذا الفورمات اسمه جيسون. الجيسون طبعا جافا سمبل اوبجكت نوتيشن، وهو اللي احنا تعاملنا معاه في البايثون اللي هو البايثون ديكشنري. فبالتالي انا بتكون انا عندي القيم كي وفاليو، وممكن يكون نستد ديكشنري. وما دام انه هذا الفورمات انه ستاندرد، معنى ذلك انه ممكن تتعامل معاه باي لغه برمجه، وهذه الشغله كثير مهمه. معنى ذلك انه انت السيرفيس تبعتك ممكن انه انت تعملها بالفلاسك، تمام؟ وبيجي مطور التطبيقات انت عندك تبع الجوالات، الموبايل ديفلوبر، موبايل ابلكيشن ديفلوبر، بروح بكتب تطبيق الطقس، بيستدعي السيرفيس تبعتك وبصير انه بيستخدمها بهذا الشكل. عشان تفهم الصورة أكثر خلينا تكتب هنا في محرك البحث حاجة اسمها Open Weather Map، تعطي لك API مفتوحة مجانية لغاية حد معين، بعد هيك بتصير إنه مدفوعة بفلوس، تمام؟ فهاي خليني أسكر هذا كله. هاي لو فتحتها طبعا هذه الواجهة اللي هو ال HTML. فبالتالي انت هنا لو دورت على مدينة، تمام، او حطيت نابلس، فبيجيب لك هنا 22 درجة مئوية، هذه عبارة عن temperature، تمام. هنا wind رياح 1.5 متر لكل ثانية، key و value clouds. ماشي، انا قاعد بهيئك انه كيف راح يكون شكله في الجيسون. هذه صفحه HTML.
صفحة HTML تمام؟ كيف النتيجة؟ إنه جايب لك إياها زي هيك، إنه يعني عملها ريندر في صفحة HTML. لكن شوف المعلومات مهيكلة، إنه إحنا ممكن إنه إحنا نهيكلها، مكونة من key value temperature، هاي القيمة تبعتها key و value، وهنا الwind هاي الكي وهاي الفاليو، clouds قديش السماء مغطى يا بغيوم 20%، قديش الضغط 1013 بهذا الشكل تمام. طيب كيف بدنا نستخدم الاي بي اي؟ احنا شفنا الناتج كصفحه اتش تي ام ال، بدنا نشوف الناتج كاي بي اي. بتروح هنا في النتائج تبعتك، بتروح على الرابط الثاني اللي هو سلاش اي بي اي. طبعا انت عشان تشوف هنا تروح تختار هنا هاي الاي بي اي، ممكن انت تصلها من هنا. شوف لي البرايسز، الاسعار، انه الخدمة هذه زي ما حكيت لك انه هي مجانية. قديش انت عندك طلب؟ 60 طلب. اكتر من 60 طلب بتصير بفلوس، او بوقف عليك الخدمة. لو انت في البلان تبعتك فري، لو انت بدك تعمل تطبيق طقس، ايش بلزمك؟ بدك تجيب انت على الجوال تبعك، بدك تجيب بيانات الطقس. من بدك تجيبها؟ بدك تجيبها من مزود، واحد من المزودين اللي هو الاوبن ويذر، اوبن ويذر ماب تمام. فبالتالي انت لغايه 60 مجانيه تمام. تخيل كل واحد انت عندك التطبيق عمل ريفرش هذا ريكويست، كمان شويه زهقان ما عندوش حاجه يعملها، عمل ريفرش هذا ريكويست. هذا مستخدم واحد تمام، يعني 10 مستخدمين بتسكر الفري بلان تبعتك. فبالتالي انت المفروض انه انت تعمل سبسكريبشن وبدك تدفع عليها شهريا تمام. هجيت انت بنيت يعني تطبيق طقس وانه عملته زي هيك. تخيل حالك انه انت عملت ويب سايت لشركه، والشركه هذه بدها تزود اي بي اي، فانت ممكن تعمل اي بي اي باستخدام الفلاسك. حنورجيك كيف شكل هالاي بي اي. فهي نفس هاي، انه بتروح هنا على اي بي اي، او هاي اليو ار ال سلاش اي بي اي. ايش بوفر لك الاي بي اي؟ بوفر لك عده خدمات. في بوفر لك الكرنت ويذر داتا، بيانات الطقس الحاليه. يعني اول ما تطلب هاي الخدمه بروح بيجيب لك قديش درجه الحراره الان في المدينه اللي انت بدك اياها. بعد ساعه لو طلبت بيجيب لك درجه الحراره انه في هذاك الوقت قديش سرعه الريح. وهنا اورلي فوركاست، ايش بيجيب لك؟ توقعات الطقس يعني ساعيه، انه بعد ساعه حتصير درجه الحراره، هلقيت مثلا 20، حتصير بعد ساعه 23 الشمس حتحمى، بعد كمان ساعه حتصير فتره الظهر حتصير 25 وهكذا. وايش هنا؟ ديلي فوركاست لغايه 16 يوم. وفي عندك هنا توقعات لثلاث ساعات قادمه بالاضافه لخمس ايام قادمه بهذا الشكل. وهنا هيستوريكال داتا، في عندك شغلات كثيره بس هذا بس للطقس. حكيت احنا بدنا نشوف بيانات الطقس الحاليه، فبدي اشوف الاي بي اي دوكيومنتيشن لو انت بدك تستخدمها. يفترض انه انت تعمل سيرفيس زيها، احنا فعليا حنعمل سيرفيس زيها، بس بدي اياك تشوف كيف شكلها. بقول لك كيف تستخدمها انت ككلاينت. بتروح تستدعي هذا اليو ار ال api.openweathermap.org/data/2.5، طبعا هذه الفيرجن تبعت الاي بي اي سلاش ويذر، هذه السيرفيس. علامة استفهام، أول ما تبدأ علامة استفهام شو تفهم؟ عبارة عن باراميتر تمام؟ Q بتساوي لندن، أو Q بتساوي لندن UK. لو كان أنت عندك ممكن اسم المدينة يتشابه في أكثر من بلد، فبدك تحدد إيش هي البلد، فممكن أنه أنت تحددها زيه تمام؟ فبالتالي هذه كسامبل افتحها زي هيك، إيش الناتج؟ إيش بذكرك؟ ديكشنري. وايش بالاحرى؟ نست الديكشنري. فبالتالي عندك هنا الكورد، هي عباره عن الكوردينيتس، قديش خط الطول وخط العرض للمدينه هذه، هذا كي، والفاليو عباره عن ديكشنري. نست الديكشنري زي النست الديكشنري اللي اخذناه المحاضره الماضيه، واخد بالك؟ تمام. وهنا الويذر عباره عن كي، والفاليو عبارة عن ليست. جوات الليست في عندك بالضبط ايش بتلاقي؟
عندك temperature هاي temp هذا key الـ value 280 طبعا هذا فهرنهايت. pressure 1012 humidity رطوبة هذا الضغط وهذه الرطوبة 81. وعندك temperature المين والmax اللي هي درجة الحرارة القصوى ودرجة الحرارة وهذه درجة الحرارة الحالية. فبالتالي عبارة عن معلومات structured، انت ممكن ان انت تستخرج المعلومات هذه في التطبيق تبعك، بتروح بتعرضها في المكان اللي انت بدك اياه. وهذا الكلام انت ممكن تسويه لاي تطبيق، يعني لو الويب سايت تبعك عبارة عن متجر، فانت كيف بدك تعرض محتويات المتجر تبعك في موبايل ابليكيشن، بدك تعمل سيرفيس زي هيك، بترجع ديكشنري وبتروح تاخذ محتويات الديكشنري، بتقول له بدي الكي الفاليو تبعت الكي هذا بتعرضها في المكان هذا، والكي تبع الفاليو تبعت الكي هذا بتروح تعرضها في المكان هذا وهكذا. تمام؟ في لندن. هذه لا يعني هذه بيانات حقيقيه. يعني لو عملت ريفرش بعد شويه انه يفترض، لاحظ انه هنا بيعطي لك انه هيو كيو بتساوي لندن كوما يو كي والاب اي دي بتساوي انه هذا عباره عن كي، فهو عطي لك كي مؤقت انه انت انه انت بتستخدمه زي هيك. نعم. فبالتالي انه اعطى لك اياها في اللحظه الحاليه، ممكن لو نادينا كمان مره انه نفس البيانات انه هي ما تغيرتش، لانه هو اصلا بيغيرش البيانات انه يعني درجه الحراره هلقيت انه ممكن بعد ساعه او بعد 10 دقائق او بعد ثلث ساعه ممكن تلاقيها انه هي بتتغير. تمام؟ كيف؟ في غزه دورت ما يبدو انه موضوعنا يعني، بس انه في عندك في باكستان، في غزة، في عندك في US. تمام؟ ما فيش. طيب هجيت احنا كيف بدنا نبني تطبيق زي هيك بقدم الخدمة زي هذه؟ في عندي خيارين. الخيار الأول إنه أنت تستخدم الفلاسك العادي، البيزك فلاسك، وبدك تستخدم فيه ميثود اسمها JSONify. بسيط. تمام؟ فبالتالي في عندك دالة اسمها JSONify. في عندك حل أبسط وأرتب structured أكثر، إنه أنت تستخدم باكج أو بلاك إن تركبها على الفلاسك. وهذا الكلام برجع بذكر فيه إنه احنا ذكرنا اول ما بدينا في الفلاسك انه حكينا انه هو سيمبل، بس القوه تبعته بتيجي انه انت ممكن تركب شغلات على بعض تدي لك انه انت بتقدر تسوي شغلات معقده اكثر. فهي كيف تنزلها بيب انستول فلاسك ريستفول. خلينا نشوف الخيار الاول. الخيار الاول سهل جدا. خلينا نعمل هنا، اقول هنا اي بي اي 2 basic. restful معناها انه هي بتستخدم الجيسون فورمات مع على الاتش تي تي بي البروتوكول اتش تي تي. طيب هنا بنعمل تطبيق عادي from flask import، نعمل app object من هذا نديله النيم، بعديها بنعرف صفحه ديف سلاش، وبنعرف داله، وهنا خلينا تعريف الداله لقيت بعمله، وهنا بنعمل run الابلكيشن. طبعا هنا بالاضافه للفلاسك بنعمل امبورت للجيسوني فاي موجوده في الفلاسك، موجوده في الفلاسك، ما فيش حاجه، ما فيش داعي انه انت تنزل. طيب
فبالتالي هنا نعمل return مش string، لا بدي structure dictionary انه اديله key عشان اقدر استخرج ال value. بقول له هنا JSONify عشان رجع لي اياها بهذا الفورمات، واقول له هنا key value. فبالتالي الكي راح يكون عبارة عن message والvalue عبارة عن hello from Flask API. نعمل stop لهذا الابليكيشن، نشغل هذا. تنساش انه يعني انه في بعض الاخطاء، انه انت ممكن تشغل اكثر من ابلكيشن، تنسى وتشغل اكثر من ابلكيشن بيعمل عندك اشكاليه، لانه فعليا انه انت بتعمل لسن على هذا البورت الديفولت، لما بتيجي تشغل واحد ثاني بلاقي انه هو البورت مشغول، فبتلاقي انه التطبيق الثاني تبعك فعليا ما اشتغلش، لازم تطفي الاولاني او بتستخدم بورت مختلف، لانه انت عندك البارامتر تبع البورت هيو بورت بتساوي، ممكن تدي له هنا رقم البورت. تمام؟ اي حاجة فوق ال 1024. او انه انت يعني احرص دائما انه انت ما يعني ما تشغلش انه اكثر من تطبيق في نفس الوقت، خلص خليك على نفس البروجكت، وانه بتعمل هنا ستوب وبترجع بتشغل الثاني. تمام؟ طبعا التطبيق تبعي هيو موجود هنا. فبتلاقي انه رجعت لك حاجه زي هيك عباره عن ديكشنري، بس الديكشنري تبعنا انه بسيط، عباره عن كي وفاليو، مسج الكي والفاليو هالو فروم فلاسك. تمام، فعليا انت هيك خلصت عملت الخدمه تبعتك. كيف بدك تستخرجها؟ بدنا نكتب كلاينت. الكلاينت هذا بما انه انت بتتعامل مع جيسون فورمات، الكلاينت هذا ممكن يكون باي لغه برمجه، والاكثر شيوعا اللي هي راح تكون يا اما جافا على الموبايل ابلكيشن او سويفت على اي او اس. تمام، فبالتالي ما دام جيسون فورمات ممكن انه انت تعمل الكلاينت تبعك باي لغه برمجه. احنا بما انه بنعرف البايثون راح نكتب الكلاينت تبعنا بالبايثون. خلي بالك احنا ركز معايا، احنا الان كتبنا السيرفر، فايش بدي اسوي؟ بدي اعمل صفحه ثانيه، بدي اعمل برنامج ثاني اكتب فيه الكلاينت، بدي اسميه CLT. CLT يعني client. السيرفر لسه شغال، هذا كله يبقى هنا. احنا الان في الكلاينت. نعم، يعني انت عندك انه خدمة الطقس هذه خدمة الطقس. تمام، هذه عبارة عن السيرفيس اللي موجودة عندهم. الكلاينت هو عبارة عن التطبيق اللي موجود على جوالك. تمام، اللي بيستخدم الخدمة هذه، اللي هو اللي بينادي الخدمة هذه. فالكلاينت هو عبارة عن برنامج بينادي هذه الخدمة بالضبط. تمام، فهلقيت التطبيق اللي بينادي الخدمة ممكن يكون بالجافا، ممكن يكون سويفت، ممكن يكون بي اتش بي، ممكن يكون اي لغة برمجة. وبما انه احنا بنعرف البايثون حاليا لغايه الان، فبدنا نكتبه بالبايثون. تمام، فانا الان بكتب كلاينت، فايش بدي اعمل؟ امبورت لحاجه اسمها requests. خلي بالك من الاس، طبعا عشان تنزلها بتعمل pip install requests. بدي اسجل لك هنا ملاحظه، خلي بالك من الريكوست هاي والريكوست هاي. لما تقول from، خلي بالك هاي كومنت، ممكن نسكر الباب. from flask import request، معنى ذلك انه انت بتتعامل مع الريكوست ان سيرفر سايد. ايش معناته انه ان سيرفر سايد؟ انه عند السيرفر تيجي بتفحص الريكوست اللي بعته الكلاينت. لكن لما تقول import requests هنا في الكلاينت، معنى ذلك انه انت بتتعامل in client side. ومين اتفقنا انه الكلاينت هو عبارة عن التطبيق اللي بينادي الخدمة.
تمام. فانت هنا عند السيرفر لما تقول ريكويست السيرفر بيعملش ريكويست، ايش بيعمل؟ ريسبونس. بس الكلاينت عمل ريكويست، فبالتالي بيستخدم هذا الباكج عشان يفحص الريكويست تبع الكلاينت. الطلب اللي طلبه البراوزر اللي فتح الخدمه هذه انه بدي اشوف ايش هو، هل هو مثلا بوست ولا جيت، ولا بدي اجيب منه ارجيومنتس، ولا بدي اجيب الفورم، البيانات اللي في الفورم اللي هو بعتها. لكن هنا انت تتعامل مع ريكويست عن طرف الكلاينت، اللي هو فعليا انت كمستخدم عادي في البراوزر انت ما بتعملهاش. يعني انت كنت اورجي لك اياها في البراوزر هنا انه في الديفلوبر كونسول كنت تشوف الجيت والبوست، الان انت بدك تبرمجها. يعني زي كانه انت بدك تعمل حاجه، تعمل ريكويست وبتعمل جيت وبوست. فبالتالي هنا بتروح بتعرف ار ريسبونس بتساوي ريكويست دوت، ايش بتلاحظ هنا؟ في عندك الجيت وفي عندك البوست. هذول التو ميثودز احنا ايش حنستخدم؟ طبعا بطبيعه الحال السيرفر هذا نسكره عشان ما تخبطش، هذا هاي السيرفر طبعا، تمام. هذول هاي السيرفر طبعا، هذا السيرفر طبعا، السيرفر تبعي طبعا هذه انت بتطلب الريسورس، هذه الصفحه الرئيسيه، فبالتالي هو عباره عن جيت. فبتقول له هنا جيت، ايش بتعطي له باراميتر؟ يو ار ال بتساوي هذا اليو ار ال تبع السيرفر. نعم، بدي اياك تشوف كيف شكله هذا الريسبونس. طبعت لك اياه. وين هم؟ هاي ريكويست دوت جيت، هذه باراميترز ثانيه. لو انا بدي اعرف مثلا في الاتش تي تي بي مسج ايش هو الهيدر، شغلات زي هيك ما بتلزمنيش حاليا. بس انت المطلوب انه الحد الادنى انه اللي انت لازم تمرره لازم اليو ار ال، تعمل جيت لازم تدي له يو ار ال، تمام. فخلي بالك السيرفر هيو شغال، تمام. نيجي الان عند الكلاينت، هذا السيرفر عند الكلاينت بنشغل. فبالتالي انا في عندي هاي السيرفر شغال وهي الكلاينت اشتغل وهي النتيجه. اول ما تشوف حاجه بين براكتس زي هيك معناها انه هذا عباره عن اوبجكت. ايش الاوبجكت هذا؟ عباره عن ايش؟ ريسبونس. وهذا اوكي، ممكن تبدا تجيب تفاصيل منه. فبتقول برنت ار دوت ستاتس كود، فبالتالي انت هذا عباره عن اتريبيوت موجود في هذا الاوبجكت. ايش هو؟ فبجيب لك اياها تحديدا، هذه اللي هي 200 جاب لك اياها لوحدها بالضبط. لو كان 404، لو كان 500 بيكون سيرفر ايرور. جرب، خلينا نحط هنا مثلا اي بي سي، شغله مش موجوده، فحيجيب لك انه الستاتس كود 404. نعم ماشي، هو ايرور، بس انه ايش الايرور هذا؟ بيج نوت فاوند، انه الصفحه مش موجوده، تمام. طيب الان النتيجه اللي وصلتني عباره عن ايش؟ جيسون، صح؟ فبالتالي ممكن انت تقول له برنت ار دوت جيسون، فبالتالي هذا ايش بتجيب لك؟ تستخرج لك الجيسون مسج اللي اجت في الريسبونس. يبقى هنا ار ستاتس كود بتجيب لك الستاتس كود، ار دوت جيسون بتجيب لك الجيسون اللي هو بعته الريسبونس. هنا انت مش بتقول ريتيرن لجيسونيفاي مسج وفاليو كي وفاليو، فبجيب لك اياها كديكشنري. فشوف كيف النتيجه، جاب لك اياها كديكشنري. تقدر تستخرج قيمه معينه، فبالتالي هنا
فحيصير انه الريزلت بتساوي r.json وهنا بتصير بتقول له print r. احنا ايش بدنا؟ بدنا الفاليو صح؟ ايش الكي؟ مسج. او ممكن تستدعيها بطريقة مختلفة. خلينا نشغل اول. استخرج لك اياه. فبالتالي انت بدك تصير تدي له الكي عبارة عن سيتي والفاليو بده يجيب لك ايش؟ طلب المطلوب. نعم. اللي بنت هذا هو من الاي بي اي. هذه انت جبت النتيجة، طلبت ريكوست، النتيجة تخزن عندك في اوبجكت، تمام؟ جبت الجيسون تبعه، من الجيسون استخرجت قيمة معينة. او الكي. جيب لي الرطوبة تبعت هذه المدينة، فبالتالي انت بتدي له كي، يعني الريسبونس عبارة عن جيسون مسج فيه كل المعلومات، حرارة ورطوبة وكذا. أنا بدي أعرض أستخرج معلومات معينة، هذه الشغلة مش ممكنة لو كانت النتيجة مرسلة كـ HTML. بدها وجع راس تعمل سكرابينج وشغلات زي هيك، يعني يعني هاي هيك أبسط بالنسبة لي. أو ممكن تعمل تجيب نفس الطريقة دوت جيت، لو كان انه الكي هذا مش موجود انه ما يعملكش مشكله يقول لك كي ايرور. فهنا مسج نفس الكيفيه بالضبط. لاحظ انه السيرفر شغال وانه احنا هاي كل ريكويست عندك بتسجل، شايف هدول كلهم تسجل. نعم نعم. يعني هاي الاي بي سي لما طلبناها هاي هجاب، ومن بعديها هينا عملنا اربع طلبات جاب لي او خمس طلبات، كنت اشغل واجرب اشغل واجرب، فبالتالي انه قدرت انه انت تستخرج قيمة معينة. تمام؟ حلقيت انت عندك، مش انت استخدمت خدمة الطقس؟ تمام؟ بدك حلقيت هدول المعلومات اللي انت استلمتهم في الابلكيشن تبعك بتروح تصفتهم وتحط انه هنا مكان درجة الحرارة، بدك تجيب درجة الحرارة، بدك تجيب الفاليو تبعتها. لازم تكون النتيجة اللي انت استلمتها جيسون عشان تقدر تستخرج درجة الحرارة. اما اذا كانت HTML تقدرش تسوي فيها ولا شيء، بس ما لك يعني ما لكش خيار الا انه انت تعرضها. لكن اذا كانت جيسون تقدر انه انت تعرضها، تكتب تطبيق اندرويد وانه تروح ترتب النتائج هذه في الواجهه تبعتك بهذا الشكل، تمام؟ او تكتب تطبيق اي او اس باستخدام لغه السويفت وترتب النتائج تبعتك، تجيب كي وفاليو، بدك الفاليوز هذول انه انت ترتب. كيف بدك تستخرجهم؟ لازم تكون على شكل ديكشنري. وضحت؟ طيب نطوره أكثر. كيف؟ لا بدنا نعمل خدمة طقس. كيف؟ وين خدمة الطقس؟ هي اديته مسج. نعم. كيف؟ مشروع بيقول لك زي هيك. يا استاذ انت فكر تفهم لي هذا هالجيت وسيبك من المشروع و تقعد تشتغل، يعني انه فهمته؟ طب بدي اعطي لك الطقس عشان تفهم. المطر خير. طيب كيف؟ طيب خليني بس اطور لك المثال هذا، نستخدم فيه get to post وبعديها بنعمل الطقس على على السريع. اوكي هنا methods بستخدم على شكل ليست
get و post. تمام؟ كيف بدي اعرف انه انا المستخدم طالب get ولا post؟ ب if statement. فعشان هيك انا مع الجيسونيفاي بدي اجيب request. if request.method بتساوي post، ساعتها بسوي شغله معينه، هلقيت حفصلها. else خلي بالك، else معناها هنا get، معنى ذلك انه hello from flask، فبالتالي هي الرساله انه hello from flask. طيب ما دام post معنى ذلك انه المستخدم حيرسل بيانات. البيان اللي حيرسله ممكن يكون بجيسون فورمات، تمام؟ فبالتالي هذه خليني اعمل الطلب هنا، وهذه حتصير بوست، وهنا في البوست بدنا نبعت البيانات، البيانات على شكل جيسون فورمات. فعشان هيك انت حتعطي له بارامتر ثاني جيسون بتساوي، بتقول له هنا ايش بدي ابعت له؟ بدي ابعت له اسم على شكل ديكشنري. فكيف انسب طريقه؟ كي وفاليو، نيم نقطتين، مين؟ احمد. فبالتالي احنا بنرسل بيانات، البيان اللي احنا بدنا نرسله بدنا نرسل اسم احمد، بدك ترسمه على شكل، ترسله على شكل ديكشنري. فبالتالي كي وفاليو، الكي عباره عن نيم والفاليو احمد، تمام؟ فبالتالي هنا انت بتكون عارف انه في البوست في بيانات انت عندك مرسله، كيف شكلها؟ جيسون. فبتقول له هنا data بتساوي request.getJSON، جيب لي الجيسون. طيب في الان في الجيسون هنا مرسله كي وفاليو، ايش الكي؟ نيم. فبالتالي عشان هيك بنقول انه النيم بتساوي data.get name. والمسج تبعتي بدنا نعمل concatenation، بدنا نقول له hello name، تمام؟ مفهوم لغاية الآن؟ كيف؟ على الفيديو بترجع وتشوف. لا ركز معايا، هلقيت شوية، هلقيت هنا عند الكلاينت ورجيتك كيف شكل البيان. انا لسه ما استدعيتش، لسه ما شغلتش الكود، بس ورجيتك عشان تستوعب انه انا ارسلت هذه الميثود بوست، ارسلت بيانات على شكل جيسون، ايش الكي تبعها؟ نيم والفاليو احمد. هنا عند السيرفر عند جزئية بتقول له انه اذا كانت الميثود بوست، معنى ذلك انه انت في عندك بيانات مرسله في الريكوست، كيف بدك تجيبها؟ ما دام انه هي على شكل جيسون بتقول له request.getJSON، خزناها في الداتا. هذه البيانات بتدخلها للكلاينت بالضبط، بس للسيتي او لا، احنا في المثال تبعنا هنا نيم احمد بالضبط. ايوه طيب لو عملت لك هي زي هيك، بس واضح عندك؟ هجيت انت عندك الداتا هذه ايش فيها؟ ديكشنري اللي هو كي وفاليو. احنا انت ايش بدك تستخرج؟ بدك تستخرج الاسم، فبدك تقول له انه نيم بتساوي الداتا دوت اوف النيم. هنا الاسلم انه انت تستخدم جيت، عشان لو كان بالضبط ما يطلع لكش كي ايرور، خلاص بصير النيم هنا نان، وهنا بتصير له هلو نان، بيمشي الحال فيش مشكله، بقفش عندك الكود. وبعديها المسج بدنا نرحب فيه، فبالتالي هو ارسل الاسم، فعملنا كونكات هلو لفلان الاسم تبعي،
وبالتالي الاسم هذا المسج هذه هي اللي بدنا نرجعها. فبنعمل ريتيرن طبيعه الحال جيسونيفاي كي وفاليو. ايش الكي؟ والفاليو طبعا هذا كي والفاليو تبعتها هيها هنا عملنا لها كونكات. JSONify لازم تكون بين اقواس طيب. تمام. فبالتالي لو كانت جيت بيحكي هلو فروم فلاسك تحيه عامه، لو كانت بوست بيكون يفترض انه هو مرسل الاسم نحكي هلو للاسم هذا وبنرجعه في المسج تبعك. بالضبط هنا في البوست بنقول له يفترض انه رجع لي هلو احمد، فعملها في جمله واحده. هنا انا كنت اشرح لك كيف شكله، خلاص انت صرت عارف كيف شكله. فهنا بتقول print r json وهذه عبارة عن json.get message. فبالتالي المسج هنا ايش راح تكون؟ hello احمد بناء على الريكوست. هنا لازم نعمل restart وهنا هلو احمد. فبالتالي هنا الاختلاف انه نفس الفكره استخراج لبيانات، بس هنا بدل ما كان جيت صار بوست وهنا صار مرفق انت عندك بيانات. الان بدنا نرجع للسيرفر وبدنا نعمل خدمه الطقس تبعتنا. خدمه الطقس تبعتنا في انا عندي مجموعه مدن لأنسخهم وأحطهم هنا. هذا الكلاينت، هذا السيرفر، بدي أحطهم سيرفر. نعم. إيش المودل الموجودة عندي؟ خلينا نشوف إنه أنت قديش شاطر في المدن. غزة انت اكيد عارفها. تريبولي وين موجودة؟ في تريبولي. طرابلس. طرابلس في لبنان وفي ليبيا. الكسندريا اسكندرية. ازمير تركيا. اسطنبول تركيا. أثينز يونان. نابولي جنيفا. جنيف جنوا إيطاليا. مارسي برشلونة. برشلونة كازابلانكا. لا لا كازابلانكا المغرب. شو بتعني؟ كازا بالاسباني يعني بيت، بلانكا يعني ابيض، الدار البيضاء. مع ان بلانكا جايه اسود يعني. انت مر عليك قبل هيك انه بقول لك انا معي كارت بلونش عشان تكون المحاضره ممتعه بالنسبه لي. ايش يعني كارت بلونش؟ انا معي كارت بلونش. كارت ابيض. هو انت عندك انه بلونك وبلونش انه مذكر ومؤنث، فانت لما تقول انه بلونش انا عندي كرت ابيض يعني بسوي اي حاجه يعني. تمام. اوريان وهران
وهران وهران وهنا بيزارت بنزارت بنزارت مدينة هذه مش عارفها وين في تونس. طيب أكيد إجا دور إنه أنت تعمل تطبيق تبعك الخدمة تبعتنا اللي هي خدمة الطقس. نعمل زي وبدك تعرف دالة ديف جيت. طبعا الخدمة تبعتي خدمة مبسطة بس فيها درجة حرارة، ما عنديش أنا إمكانية أجيب رطوبة والسماء قد ايه صافية ولا مش صافية، بس درجة حرارة تمام عشان يكون المثال مبسط عندك. طيب حكيت هنا بتعمل ريتير. أول حاجة إيش بدنا نجيب؟ بدنا نجيب يفترض إنه تتمرر لإلي السيتي. تلاحظ كيف إنه بدي أخليها تتمرر سلاش. أول ما تحطها في براكتس زي هيك معنى ذلك إنه هذا عبارة عن باراميتر، فلما تقول سلاش ويدر سلاش غازا فهو بيعتبر إنه هذه غازا عبارة عن باراميتر زي هيك. وهنا لازم تحط هاي، ممكن تعملها بالبوست بس هيك اسهل، هيك اسهل تمام. فبالتالي في انا عندي باراميتر اسمه سيتي تمام. فجيت بدك تجيب درجه الحراره للسيتي هاي، كيف بدك تجيبه؟ التمبريتشر بتساوي احنا في السيرفر تمام. يبقى في السيرفر هنا عرفت انه url/weather/city، حطيت السيتي بين براكتس زي هيك معنى ذلك انه هذا عباره عن باراميتر، بتحطه هنا. هاي السيتي صارت موجوده عندك. ايش ضايل؟ انه انت هنا في الدكشنري هذا في التمبريتشر انه انت تعطي له الكي عشان تجيب الفاليو، تدي له مدينه عشان تجيب درجه الحراره. فبالتالي هنا temperature dot get طبعا السيتي اللي هي اصلا مررت انا عندي كباراميتر. خلاص صرت حاصل على درجة الحرارة فبدنا نبعث له اياها تمام. كيف بدنا نبعث له اياها؟ ممكن انه احنا نرتبها في جيسون مسج، ممكن نعملها نست الدكشنري. طيب فبالتالي هنا ريتيرن جيسونيفاي وهنا الدكشنري. الكي عبارة عن السيتي نفسها تمام، او نخليها نبسطها بالاول وبعديها بنعقدها. فبالتالي الكي راح يكون عبارة عن تمبريتشر والفاليو عبارة عن تمب. هاي تمام. الان السيرفر صار جاهز، نعمل له ريستارت او بتفعل خيار الديباج بحيث انه يعمل ريستارت لوحده. وهنا بدنا نعمل جيت، خلينا نعرف السيتي هنا بتساوي مثلا نابولي وهنا سلاش ويذر سلاش المدينة بدي احطها على شكل فورمات. وهنا بدي اطبع النتيجة print انه the temp in مدينة كذا is كذا. ف
فبالتالي هنا هقول له format city لا temp انا عندي مش temp بدي اجيبها من response r.json get ايش الكي انا عندي؟ لا خلينا نصغر شوي وهي restart فبالتالي هنا وهي تشغيل للكلاينت درجة الحرارة في نابولي 20 تعال طلع عندك البيانات في السيرفر فعلا 20 شوف لي على سبيل المثال برشلونة أو برشلونة كديش فيها درجة الحرارة 18 هذه الشغلة أنت بتكون عندك قاعدة بيانات تمام بس أنا للتبسيط حطيت لك إياها كديكشنري هنا فوق وبتجيب من الديكشنري هذا بس أنت قاعدة بيانات وبتعمل select from بالضبط كويري كل لحظة بلحظتها فبالتالي إنه أنت عندك بيانات تقدر تكون كسجلات في قاعدة بيانات تمام بس الفكرة هنا إنه إحنا كتبنا فعليا سيرفيس وكتبنا الكلاينت تبعها الكلاينت تبعها ركز لي على جزئية استخراج قيم معينة هذا الكلام في الـ HTML مش ممكن صعب لأنه أنت بتقدرش تقول له هنا إنه key وvalue تقول له get temperature في الـ HTML أنت عندك tags HTML مش structured زي الجيسون أو الديكشنري إنه عندك ك key وvalue إيش standard تمام؟ لغة مش منطقية كيف؟ لغة مش منطقية مش حكاية مش منطقية انه التعامل مع الجيسون اسهل من التعامل مع الHTML هذا لأي شيء وهذا لأي شيء ايش يا استاذ مين بدي يسأل ليش طيب ركز معي يا استاذ حكيت احنا وين في السير تمام انا في عندي هاي بيانات الحراره اللي عندي يفترض انه هي تكون في قاعده بيانات وانه انت تجيبها من قاعده البيانات تمام الان عند السيرفيس هذه انت عرفت انه السيرفيس هذه سلاش ويذر سلاش سيتي وحطيتها بين براكتس انجل براكتس زي هيك انه سيتي بتكون عباره عن البراميتر وهيو هو لازم يكون هنا براميتر في الداله تمام فبالتالي هنا بدك تجيب الحراره من هنا حراره هي بدك تكتب لك هنا ملاحظه انه هذا عباره عن ديكشنري الكي عباره عن سيتي والفاليو عباره عن تمبريتشر فبالتالي انت بدك تجيب درجه حراره ايش المفروض انه انت تعطي له سيتي بالضبط فهنا عشان هيك قلنا له انه التمبريتشر هيو هذا دوت جيت سيتي صارت درجه الحراره مخزنه هنا بدنا نبعتها للكلاينت يبقى ريتيرن في جيسونيفاي على شكل ديكشنري ما دام انت بدك تبعت بيانات لازم تبعتها مهيكلة واحنا عندنا بيانات بسيطة بس درجة الحرارة فبالتالي انه الكي تمبريتشر والفاليو درجة الحرارة انه كقيمة تمام هاجيت عند الكلاينت بشكل مبسط هاي عرفنا السيتي الURL عبارة عن ايش؟ عنوان السيرفر سلاش عنوان الخدمة سلاش المدينة طبعا عشان انه انا لما بدي اغير اغير هنا لانه انا مستخدم السيتي في اكثر من مكان هاي شايف وين هنا وهنا عشان هيك انا حطيتها في متغير برا بس لا اكثر ولا اقل يعني هذا انت ممكن تعمل له زي هيك وغير مدن براحتك بس هنا بدك تغير مدن هنا في الكود تمام وهنا تقول لي جيسون كيف اه كاين بوت تمام وهنا ايش بدك هاي غزه
هاي تمبريتشر 13. غير مدينة تانية. هاي إزمير. فاضل. لأنه إحنا مستخدمين جيت. إيش بدك؟ إيش بدك مدينة؟ كازابلانكا موجودة. نعم مش موجود. تمام؟ بنحط لك رفع ولا تنسى. هاي رفع. ما جيت بصير يقولوا لنا خان يونس كمان. كديش بدك درجة الحرارة؟ 43. وهي خان يونس كمان. ولا تزعل. كديش بدك الحرارة في خان يونس؟ 35. بكفيك 30. نعم. درجة الحرارة ايش؟ ماشي، ما احنا حكينا انه اتفقنا انه هذا الاشي انه انا حطيت لك اياه هنا في الديكشنري يفترض انه انت تجيبه من قاعدة بيانات. لو انت فعلا عندك ويذر ستيشن يعني محطة طقس وبتجيب بيانات من جميع انحاء العالم بتحطهم انت عندك في سجلات، تمام، وبتكون في تايم ستامب كمان انه درجة الحرارة انه في وقت معين. وين صدر هنا؟ فهنا بتعمل لا بتعمل كونكشن على الداتابيز وبتعمل الكيرسر بالضبط. تمام؟ طيب بس خلاص. ناخذ الخيار الثاني. خلينا نحطه في فيديو منفصل.